بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سنة تالتة، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله المحاضرة التالتة اونلاين في مادة الداتابيز سيستمز. المحاضرات اللي فاتت اخدنا فيها شابتر واحد وشابتر اتنين. النهاردة ان شاء الله هندخل بقى في الجزء شوية الديزاين. كان كل اللي فات كان نظري، النهاردة او المحاضرة بتاعت النهاردة بداية الجزء العملي. عشان ندخل نعمل ديزاين للداتابيز لازم نكون عارفين يعني ايه ريليشنال داتابيز. ريليشنال داتابيز شابتر 3 بيتكلم عن الريليشنال داتابيز، هنتكلم فيه على بعض الكونسبتس المفروض تكون واضحة. يعني ايه relational database؟ The relational database organize data in a series of tables. يعني ايه؟ يعني بترتب الداتا او بتنظمها في series of tables، يعني مجموعة من التيبلز. الداتا بتكون متخزنة او متنظمة على هيئة مجموعة من الجداول. في المحاضرة اللي فاتت قلت لكم ان في انواع تانية من الداتابيز، ودينا وقلت مش عايزة منها غير اساميها، زي الهيراركال داتابيز اللي هي الداتابيز الهرمية، او الاوبجكت اورينت داتابيز، او النتورك داتابيز، وكل واحدة لها تفاصيلها مش هندخل فيها. ولكن الريليشنال داتابيز يعني ان الداتا متخزنة في تيبلز. يبقى the relational database organize data in a series of tables. Each table has its own fields specific to the type of the being stored. يعني ايه؟ يعني كل جدول من مجموعة الجداول دي has its own fields. يعني ايه؟ ليه الحقول بتاعته او الاتريبيوتس بتاعته، وكل fields منهم ليه نوع معين من الداتا اللي هتدخل فيه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا ابقى انا عاملة ID بتاعي او رقم البطاقة بتاعتي ودخل فيها تكست. لا، معروف عند اي حد ان رقم الاي دي بارقام، ده المقصود بيه الداتا تايب. يبقى each table has its own fields، يعني ليه الحقول بتاعته. يعني ايه fields؟ هنعرفها بعد كده. انما لغاية دلوقتي انتوا الشكل العام لاي جدول في الدنيا بيبقى مجموعة من الاعمدة ومجموعة من الصفوف. الأعمدة دي بيسموها fields، تمام؟ يبقى each table has its own fields specific to the type of data being stored. يعني ليه نوع معين للداتا اللي هتتخزن في كل field. طيب، في الكتاب عندكم هتلاقوا بوكس كده أو مربع كده فيه تعريفات مهمة، وحتى حد من زمايلكم قالوا لي ان التيبلز مش باينه، الكتابه اللي فيها مسوده كده فمش باينه. حبيت اعملها لكم بنفس الشكل بتاع الكتاب عشان تبقى واضحه وتذاكروا منها. definition بتاع relation، ان relation is a table with columns and rows. يعني ايه هي relation؟ relation ده table بمجموعه من الكولومز والروز، مجموعة من الحقول والأعمدة والصفوف، مجموعة من الأعمدة والصفوف، تمام؟ يبقى a relation is a table with columns and rows. طيب، الكولومز دي أو الحقول أو العواميد بيسموها attribute. إيه هو الattribute؟ An attribute is a named column of a relation. يعني ايه؟ هو اسم العمود في الجدول. يعني ايه برضو؟ يعني لما انا يبقى عندي table او relation او جدول في بيانات الطلبة، طب ايه هي الattributes بتاعت الجدول ده؟ ايه الحقول بتاعته؟ الاسم، السن، العنوان، تاريخ الميلاد، التقدير، القسم، كل حاجة من دي اسمها attribute. كل حاجة من ديها السمات او الصفات بتاعت الجدول ده. يبقى كل حقل اسمه attribute او اسمه column او اسمه field. كل دي مسميات لنفس الايه؟ نفس الحاجة، نفس الconcept. يبقى احنا مطالبين بتعريف relation وبتعريف attribute. اوكي، طيب
طب ايه هو الاستراكشر اوف ذا ريليشنال داتابيز؟ الاستراكشر بتاع الريليشنال داتابيز قال لك ان ذا ريليشن موديل، ان ذا ريليشنال موديل ريليشنز ار يوزد تو هولد انفورميشن اباوت ذا اوبجكت تو بي ريبريزنتد ان ذا داتابيز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ريليشنز ار يوزد، تستخدم تو هولد لوضع معلومات اباوت the object to be represented in the database، اللي محتاج يتم تمثيله represented in the database. يعني دلوقتي مثال مثلا للمعهد، انا هعمل relation او هعمل table بيخزن بيانات الطلبة، الطلبة ده object انا محتاج امثله او اخزنه او اوضحه في database، فهخزنه على اي relation جدول فيه كل بيانات الطلبة. طب ايه الاتريبيوتس اللي فيها؟ اللي احنا زي ما قلنا الاسم والسن والعنوان وهكذا. طيب يبقى الريليشن ده فيه معلومات عن الاوبجكت اللي هيتخزن في الداتابيز. ممكن اعمل ريليشن تانية عن الستاف او اعضاء التدريس، ريليشن ثالثة على الموظفين، ريليشن رابعة على المواد الدراسية وهكذا. كل ريليشن، كل جدول بيضع معلومات عن اوبجكت معين في داتابيز. طيب قال لك a relation is represented as، بيتم تمثيلها as a two dimensional table. يعني ايه two dimensional؟ ليه بعدين، جدول ببعدين بس. in which في الجدول ده the rows اللي هي الصفوف of the table corresponds to individual records. يعني ايه؟ يعني الصفوف في الجدول بتشير الى record، سجل اسمه سجل. And the table columns والأعمدة في الجدول corresponds to attributes. يعني إيه بقى؟ الـ structure بتاع الـ relation عبارة عن جدول two dimension، ليه بعدين؟ حقول أو صفوف وأعمدة، صفوف وأعمدة. الصفوف دي بيسموها individual records، بيسموها سجلات، والكولومز او الاعمدة بيسموها اتريبيوتس، يسموها اتريبيوتس. تمام كده؟ اوكي. وده جدول عشان نوضح المثال على يعني ايه اتريبيوت، يعني ايه ريكورد، يعني ايه تيبل او ريليشن. قالك ان الدومين، ايه هو كلمة دومين او مصطلح دومين؟ الدومين ده بيكون مجموعة من a set of allowable values for one or more attributes. يعني ايه؟ زي ما قلنا بشوية بالظبط، الدومين بتاع ال ID number ما ينفعش ان انا ادخل فيه تكست، ما ينفعش ان انا ادخل فيه date، تاريخ. ده الدومين بتاعه ان هو يبقى ارقام. يبقى الدومين هو allowable values، يعني ال values اللي مسموح لها انها تدخل في اتريبيوت معين او مجموعه من الاتريبيوتس، حقل معين او مجموعه من الحقول، عمود معين او مجموعه من العواميد. خلي بالكم ان انا بقعد اقول كل المترادفات، ما هي اتريبيوت دي هيها فيلد، وفيلد هو كولوم، وكولوم ده اللي هو مقصود بيه حقل، والحقل اللي مذكور بيه العمود. كل ده مصطلح اتريبيوت. طب امال يعني ايه تابل؟ اتابل از a row of relation. Tuple is a row of relation. هو الصف من صفوف ال relation. ده كله على بعضه جدول. ده كله على بعضه relation. ده كله على بعضه بيمثل object معين. ال object ده اللي هو ايه؟ اللي هو branch، جدول في فروع في الشركة. الجدول ده بيهولد information عن ال branch information. معلومات عن ال branch. اللي هو ايه؟ البرانش نمبر، رقم البرانش، الشارع او العنوان بتاعه، القسم، الفرع ده فرع التسويق، فرع مثلا فرع مدينة نصر، مش عارف فضيل فرع ايه العنوان بتاعه، السيتي موجود في انهي مدينة، البوست كود، الكود بتاعه. دي اتريبيوتس، مجموعة من الاتريبيوتس. اهو شايفين ده كله على بعضه كده حقل، ده كله على بعضه حقل او اتريبيوت، ده كله على بعضه حقل او اتريبيوت او بيسموه فيلد.
عمود حقل اتريبيوت فيلد كولوم، كل دي مصطلحات للايه، للبوست كود والسيتي والستريت والبرانش نمبر. طيب ده اللي هو الفيلد او الاتريبيوت. طيب الصف بقى كله على بعضه، ده كله الصف الاولاني ده كله، ده بيسموه سجل. ده كده ده كده 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 كل ده بيسموه سجل، او يسموه ريكورد، او يسموه طبل، او يسموه صف. كل ده مصطلحات عن السطر ده كده، بيمثل معلومات عن البرانش اللي رقمه P005. يعني لو احنا افترضنا ان ده جدول الطلبة، الطالب اللي رقمه 5 واسمه مش عارفه محمد وعنوانه مش عارفه كفر الشيخ ومش عارفه الكود بتاعه ايه وتقديره ايه وفي قسم ايه، كل ده بيانات عن محمد، سجل بتاع محمد، الداتا بتاعت محمد. نفس الحكاية هنا، السجل هو عبارة عن مجموعة من الاتريبيوتس. على فكرة احنا خدنا الموضوع ده تقريبا في اول شابتر لما قلت ايه الفرق ما بين الفيلد والريكورد، السجل، وقلنا ان الفيلد هو اصغر جزء من الداتا اللي هو لا يمكن تقسيمها، ما ينفعش اقسم اسمي، لكن ممكن اقسم الداتا بتاعتي، اقسمها ايه، اسمي لوحده، سني لوحده، عنواني لوحده، تقديري لوحده، تمام. يبقى الداتا فيلد هي اصغر جزء من الداتا اللي لا يمكن تجزئها. ولكن ايه هو الداتا الريكورد؟ الريكورد هو مجموعه من الفيلدز، مجموعه من الاتريبيوتس. طب المجموعه من الاتريبيوت، مجموعه من الريكورد بقى بتكون ايه؟ ده وده 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 وده، بيكون الريليشن. طيب وده جدول تاني على الاستاف، الناس اللي شغالين عندي، هو رقمه ايه، الفيرست نيم بتاعته، اللاست نيم بتاعته، بوزيشن يعني المكانه بتاعته، شغال ايه، شغال دكتور، شغال عميد، شغال موظف، شغال عامل، شغال البوزيشن بتاعه، نوعه، تاريخ ميلاده اللي هو بيرس اوف ديت، سالري، المرتب بتاعه، البرانش نمبر، هو في انهي قسم، والله انا شغال في قسم علوم حاسب، شغال في قسم نظم، شغال في قسم الحسابات، شغال في قسم المشتريات، المهم ان هو البرانش نمبر، تمام. طب هو البرانش نمبر ده انا جايب الارقام دي منين؟ من هنا، من جدول البرانش، ما هي داتابيز بقى، وداتابيز ريليشنال. يعني ايه داتابيز ريليشنال؟ يعني كله مربوط ببعض، ريليشن اصلا يعني علاقه، كله مربوط ببعضه. طب هو انا ينفع ما يبقاش عندي هنا برانش رقم 1، عندي 2 و4 و3 و5 و7، وهنا الاقي واحد شغال في برانش واحد؟ لو كنت انا اصلا ما عنديش برانش واحد، يعني انا مثلا عندي في المعهد قسم علوم ونظم ومحاسبه، ينفع الاقي طالب عندي موجود ومتسجل ان هو في قسم مدني؟ اذا كنت انا اساسا ما عنديش قسم مدني. نفس الحكايه، طالما ان انا هقول برانش نمبر يبقى لازم يكون موجود في قسم البرانش او في ايه، جدول البرانش. طيب في هنا حاجه اسمها برايمري كي وفورين كي، هنقولهم كمان شويه، مش عايزه اقولهم دلوقتي، مش عايزه اقولهم دلوقتي، ده مش اكتر من مثال بيوضح لك شكل الريليشن بتبقى عامله ازاي، وانها مجموعه من الفيلدز ومجموعه من الريكورد. اوكي في كونسبت ثانيه او مصطلحات ثانيه المفروض انك تكون عارفها. قال لك the element of a relation or the rows or tables in the table. ايه هي اعضاء او مكونات الريليشن؟ هي السجلات اللي موجوده فيها، عدد الطلبه اللي موجوده فيها، تمام. طيب في اكسبريشن اسمه ديجري. يعني ايه ديجري؟ الدرجه، الدرجه. قال لك ان الديجري اوف ا ريليشن از ذا نمبر اوف اتريبيوتس ات كونتينز. يعني ايه؟ يعني لما يكون انا عندي جدول فيه ثلاث حقول، الاسم والسن والعنوان، اسم وسن وعنوان، يبقى اسمه هو الجدول ده الدرجه الثالثه، الدرجه بتاعته 3، الدرجه بتاعته 3. طيب
لو عندي جدول في الرقم والاسم وسن العنوان، الرقم والاسم وسن يعني أربعة حقول، يبقى هو ديجري 4. تمام. طيب لما نيجي نشوف الجدول اللي هو كان عندنا اللي هو بتاع البرانش ده، كم كولوم؟ 1 2 3 4 4. يبقى معنى كده ان هو has 4 attributes or degree 4، درجة الرابعة degree 4. يبقى ده معنى كلمة degree يا جماعة، مهم جدا تعرفوا يعني ايه degree، يعني ايه degree. طيب الكاردناليتي the cardinality of a relation is the number of tuples it contains. يعني ايه؟ يعني عدد التوبلز اللي موجوده في الايه، في الريليشن، عدد التوبلز اللي موجوده في الريليشن، عدد السجلات اللي موجوده في الجدول، عدد الصفوف اللي موجوده في الجدول، عدد الريكوردز، كل دي مسميات لنفس الحاجه. يبقى في فرق ما بين عدد الحقول، وفي فرق ما بين عدد الصفوف، عدد الاعمده وعدد الصفوف. الاعمده هي الديجري، الصفوف هي الكاردناليتي. قال لك باي كونتراست، يعني على النقيض، النقيض بتاع الديجري، ذا نمبر اوف توبلز اللي هو عدد الصفوف is called the cardinality of the relation and this changes as tuples are added or deleted. يعني ايه بقى يا جماعه؟ سيبكم منها تشانجد، خلوها بس ايه، ان هي كاردينالتي سكولز اه بس كده، خلينا ديت مش مهم. انا كل خلي بالكم ان انا اللي انا كاتباه هو نفسه اللي هتعلمه عليه في الجد في الكتاب ده، المطلوب منكم في الشابتر ده. انا لو عندي جدول للطلبه شايل بيانات 15 طالب، يعني في 15 ريكورد، يبقى الكاردينالتي بتاعت الجدول ده ايه؟ 15. ما هو الكاردينالتي هو عدد الصفوف، الديجري هو عدد الحقول او عدد الاعمده. تمام. اوكي، كل ده احنا لسه في الجزء رقم 3.1 في الشابتر. جاب لك الفورمال تيرمز والالترناتيفز. يعني ايه؟ يعني الفورمال تيرمز يعني ايش؟ المصطلح العلمي بتاعها، المصطلح الستاندرد، ان هو يبقى ريليشن. ايه هي ريليشن؟ هي نفسها التيبل. ايه هو التيبل؟ هو نفسه الفايل، مصطلح فايل. احنا قلنا قبل كده ان الفايل يبقى مجموعه من الريكورد، والريكورد مجموعه من الايه، من الفيلز. طب الفورمال تيرمز او الاسم الفورمال هو تابل، لكن هو لما اقول رو، هو لما اقول ريكورد. نفس الحكايه على العمود، الاسم فورمال اتريبيوت، لكن هوها لو قلت كولوم، هوها لو قلت فيلد. الالترناتيفز دي يا جماعه مهمه جدا علشان نعرف البدائل. ريليشن هي تيبل، هي فايل، تابل هو رو، هو ريكورد، اتريبيوت هو كولوم، هو فيلد. اوكي تمام. في مثال عندك في الكتاب انا اديته لك نفسه، هو بيجيب لك ده جدول. الجدول ده بيجيب لك الناس اللي شغاله، لو هفترض ان هو مؤسسه تعليميه، يعني الناس اللي شغاله، الدكاتره مثلا اللي عندك، الرقم الاي دي بتاعه كل دكتور، الاسم، هو في قسم ايه، اللي في فاينانس، محاسبه، واللي ميوزك او فيزيكال او كيمستري، وات ايفر. المهم ان هو كل واحد جايب الاسم بتاعه واسم ورقمه والقسم بتاعه والسالري، مرتبه كام. طيب وعندي جدول الكورسات، جدول الكورسات، كل كورس له كورس اي دي، له تايتل، له عنوان، له ديبت نيم. يعني ايه ديبت نيم يا جماعه؟ يعني لازم عندي كورس تابع للاقسام اللي عندي. يعني انا مثلا عندي زي ما قلت لكم علوم حاسب ونظم ومحاسبه، ينفع يبقى عندي كورس اسمه تاريخ الحضاره اليونانيه؟ ايه علاقة ده باللي انا بقوله؟ ايه علاقة ده باللي انا بقوله؟ مفيش اي علاقة، ملهاش اي علاقة، مش تابع لاي قسم. لازم يبقى الكورس تابع لقسم معين. طب القسم المعين ده جيبه منين يعني؟
ينفع يبقى تابع لقسم مدني؟ لا. ليه؟ لان انا ما عنديش غير الاقسام اللي موجوده هنا لازم التزم بيها. يبقى الديبت نيم هنا هو الديبت نيم هنا، الداتا اللي موجوده هنا لازم تكون هي اللي موجوده هنا، ما ينفعش اجيب حاجه من بره. ده هنسميه بعد كده حاجه اسمها الفورين كي. فورين كي يعني حقلين مشتركين في نفس الجدول، هو الحقل ده هو نفس الحقل ده. معنى كده ان الداتا اللي هنا هي هيها بالظبط؟ لا، لكن انكلودد. يعني ايه انكلودد؟ يعني لازم الداتا اللي هنا تكون موجوده هنا، ما ينفعش تكون مش موجوده. لكن ممكن يبقى في داتا هنا مش موجوده هنا عادي عادي. لو في قسم انا لسه منشئاه لكن لسه ملهوش مواد او مفيش دكاتره شغاله فيه، مفيش مشكله. انا ما ينفعش اشغل دكتور عندي مش متقيد تبع قسم من الاقسام اللي موجوده عندي. تمام. طيب هنا الكورس دي الاي دي والبري ريكويست كورس اي دي، يعني ايه؟ قال لك ان في كورسات معينه عندي ما ينفعش اخدها الا اذا كنت واخد حاجه قبلها. يعني مثلا انت عندك رياضه 2، رياضه 2 ده ايه الكورسات اللي بتعتمد عليها؟ رياضه 1. عندي داتابيز 2، ايه البري ريكويست يعني الكورسات اللي لازم تكون اخدتها قبلها اللي هي داتابيز 1. ينفع اخد داتابيز 2 من غير داتابيز 1؟ لا. طب ينفع يبقى في بري ريكوست يعني كورس محتاج كورسات قبلها بس مش موجوده عندي في الليسته هنا؟ لا. يبقى الكورس اي دي ده كورس من اللي موجودين هنا، كل كورس من الموجودين هنا مين الكورسات اللي محتاجها الاول تدرس؟ وفي حاجات، في حاجات محتاجه بري ريكوست وفي حاجه مش محتاجه. يعني انا بدرس دلوقتي كورس ارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، في كورس معين لازم اكون واخداه قبلها؟ لا مش لازم، فخلاص مش هيتكتب هنا اساسا. لكن كورس زي الداتابيز 2، لا لازم اكون درس داتابيز 1. خلاص. طيب ده مثال كده للريليشنال داتابيز وازاي يبقى عندي اكتر من جدول. وطالما ان هي ريليشنال يبقى لازم كل الجداول مرتبطه ببعضها، في ريليشنز بينها وبين بعضها. طيب الجزء اللي بعد كده اللي هو 3.3 داتابيز سكيماز. داتابيز سكيما احنا اخدناها في الشابتر اللي فات وحابين ان احنا ناكد عليها تاني علشان هي مهمه جدا. وي ماست ديفرنشيت بتوين، يعني لازم نكون بنفرق. ديفرنشيت يعني بنفرق ما بين الداتابيز سكيما والداتابيز انستنس. الداتابيز سكيما which is the logical design of the database، يعني ايه الديزاين بتاع الداتابيز، الديسكريبشن بتاع الداتابيز، وقلنا كده بالتفصيل السنه في 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 المحاضره اللي فاتت. وقلنا ان الداتابيز انستنس which is a snapshot of the data in the database at a given instance in time، باخد سناب شوت من الداتا في جزء معين من في وقت معين من من الـ من الـ من الـ من التايم. يعني يعني ايه؟ يعني النهارده كام واحد دفع، شهر يناير مين قد ايه ناس غابت، كام واحد غاب، في كام محاضره اتاخدت، كل ديت جزء من الداتا في وقت معين في لحظه واحده في توقيت معين بيسموها داتابيز انستنس. داتابيز انستنس مش كل الداتا، ولكن زي بالظبط لما اكون اخد سناب شوت من حاجه، انت مشغل فيديو وتاخد سناب شوت يعني صوره، فانت نفس الحكايه عندك داتا كتيره كتيره كتيره، اخدت سناب شوت في تايم معين في وقت معين في توقيت معين بيديك جزء جزء صغير من الداتا، وده اللي هو بنسميه داتابيز انستنس. لازم تكون عارف الفرق ما بين الداتابيز سكيما والداتابيز انستنس. الاسئله كتير في حاجه زي كده، ممكن يقول لك ترو اور فورس ويجيب لك تعريف الداتابيز انستنس ويقول لك انها داتابيز سكيما، او يجيب الديفينيشنز كشرح او كديسكريبشن وبعدين يجيب لك مالتيبل تشويس ويقول لك ده ولا ده ولا ده، السكيما او الانستنس او اي ايه تشويس تاني، اختيار ثالث. طيب اخر حاجه في الشابتر ده الكيز. الكيز ده مهمه جدا لان هو ده اللي هتقدر تعمل بيها الداتابيز ديزاين.
الكيز هي اللي بتربط التيبلز ببعضها، هي اللي بتحقق لك عنصر ريليشن، الريليشن ما بين التيبلز وبعضها، ما هي اسمها ريليشنال داتابيز. داتابيز يعني مربوطة ببعضها. طيب a key part of a relational database and a vital part of the structure of a table. بيقول لك انها حاجة مهمة جدا في ال structure of database و vital part of the structure of a table. طيب they ensure each record within a table can be uniquely identified by one or a combination of fields within the table. يعني ايه؟ يعني هي بتضمن لك ان انت تقدر يعني يونيكلي، يعني حاجه ما تتكررش، لا تقبل التكرار. انت عندك مثلا تيبل بيشيل بيانات الطلبه مثلا، انت ممكن يبقى عندك اتنين ريكورد بنفس الداتا، ممكن بتحصل اتنين نفس الاسم واتنين ساكنين في نفس العنوان وفي نفس المكان وجايبين نفس التقدير وفي نفس القسم وعندهم تشابه اسماء، ايه اللي يفرق واحد عن التاني؟ مثلا رقم بطاقته، مش هتلاقي ابدا اتنين لهم رقم البطاقه. ده اللي هو uniquely identified، اقدر اعرفهم عن بعض. ما ينفعش انا اقف في المدرج واقول لو سمحتوا انا عايزه احمد. احمد مين؟ ما في عندي 20 احمد، لكن انا ممكن اقول عايزه الطالب اللي رقمه 505 في الكشف. مفيش، هتلاقي ابدا اتنين لهم نفس الرقم. ده المقصود بها uniquely identified. ما ينفعش اسجل two records بنفس الداتا بالظبط، لازم في حاجه تفرق الريكورد عن التاني. They help enforce integrity and help identify the relationship between tables. زي ما قلت لكم هي اللي بتساعد على ربط الجداول ببعضها والانتجريتي، التكامل. زي ما كنا بنقول قبل كده الجدول الطلاب مربوط بجدول الاقسام، مربوط بجدول مش عارف ايه. ولنفترض ان انا النهارده جيت لغيت قسم، لغيت قسم علوم حاسب ده من المعهد، خليته نظم ومحاسبه بس. طب ما هي الجداول مربوطه ببعضها، طب انا عندي جدول الطلبه، طب انا هلاقي طلبه مربوطه بعلوم الحاسب ده، ازاي يبقى انا عنديش اصلا قسم علوم حاسب وانا عندي في جدول الطلبه ناس متسجله انها في علوم حاسب؟ مين اللي بيحقق الرولز دي، او مين بيحقق الكونسترين ده او الانتجريتي في الداتا دي؟ هو الكيز. وهناخدها ازاي؟ طيب ايه انواع الكيز الموجوده في الداتابيز؟ عن قال لك there are three main types of keys، اللي هو الكانديديت كي، البرايمري كي، والفورين كي. يعني مهما اوصف قد ايه الكيز دي مهمه في المحاضرات اللي جايه، مش هوفيها حقها او في الداتابيز عموما. فالناس تركز في يعني ايه كانديديت كي، يعني ايه برايمري كي، يعني ايه فورين كي. البرايمري كي it is the first key which is used to identify one and only one instance of an entity uniquely. يعني ايه؟ اديت لكم مثال جدول الموظفين في مجموعة من الاتريبيوتس اللي هو الامبلوي اي دي، الامبلوي نيم، الامبلوي ادرس، الباسبورت نمبر، اللايسنس نمبر، الاس اس ان بتاعه. دي الداتا او الاتريبيوتس اللي بتوصف كل موظف. انا اخترت ان الامبلوي اي دي يبقى هو البرايمري كي. الامبلوي اي دي هو البرايمري كي. يعني ايه؟ يعني ايه برايمري كي؟ قلنا البرايمري كي ده هو attribute من الاتريبيوتس الموجودة في التيبل، ولكن لازم بيتحقق فيه شرطين. ايه هما الشرطين دول؟ ان هو يبقى يونيك. يونيك يعني ايه؟ يعني ما يتكررش. ما ينفعش ابدا ابدا الاقي اتنين لهم نفس رقم الجلوس في الاي دي بتاعك او في الكارنيه بتاعك. لا يمكن هتلاقي توأمك اللي معاك في 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 في, في السكشن بتاعك توأمك اخوك ليه نفس الاي دي بتاعك. هو ده المقصود بيه ان هو يبقى يونيك. تاني حاجه ان هو ما ينفعش يتصف فاضي. انت ممكن وانا بملى الداتا بتاعت اي حد، مثلا اسمك، سنك، عنوانك، رقم تليفون، ما عنديش رقم تليفون والله، عادي يعني عادي، السيستم مش هيطلع ايرور. انما لما انا اجي على البرايمري كي بتاعي الحقري
او الفيلد او الاتريبيوت اللي انا محدداه ان هو برايمري كي وما دخلش الداتا بتاعته، لا هيقول لي في ايرور، وايرور فظيع يعني. تمام، ما ينفعش في تيبل ما يبقوش بليه برايمري كي. ولما تشوفه في العملي هتيجي لما تيجي تعمله كرييت تيبل وانت ما اخترتش برايمري كي للتيبل ده، هو اوريدي بيختار لك واحد، يا اما يطلع لك ايرور، يا اما هو يختار لك من عنده اي اتريبيوت ويسميه برايمري كي او يطلع لك ايرورز. تمام، ده البرايمري كي. مفيش جدول هتعمل له كرييت من غير برايمري كي. طيب وانا بختار البرايمري كي اختاره ازاي؟ اختار نوع داتا ما يتكررش. ما ينفعش ان انت تختار الامبلوي نيم ده على انه برايمري كي. ليه؟ لان في ناس عندها تشابه اسماء، تشابه اسماء رباعي يعني، ما ينفعش يبقى هو ده البرايمري كي. طيب الكانديد كي بقى، كانديد كي از ان اتريبيوت اور اسيت اوف اتريبيوت ويتش كان يونيكلي ايدنتيفاي ا توبل. نفس البرايمري كي برضو، يونيكلي ايدنتيفاي ا توبل يعني يقدر يحدد توبل عن التاني. انا ممكن ادخل السكشن اقول الطالب اللي رقمه 55 في الكشف يطلع لي، هضمن ان واحد بس اللي هيطلع. وفي نفس الوقت ممكن برضو اقول الطالب اللي رقم جلوسه كذا يطلع لي، نفس الحكاية هيطلع لي واحد بس. وممكن برضو اقول الطالب اللي رقم بطاقته كذا هيطلع لي واحد بس. الرقم الطالب الباسبور بتاعته رقمه كذا، كل دي داتا يونيك، كل دي داتا يونيك. كل الاتريبيوتس دي بسميها كانديديت كي. كانديديت بالعربي يعني يعني زي مرشح مثلا، مثلا مرشح. انت ممكن يبقى مثلا زي الانتخابات كده كم واحد مرشح في الانتخابات، لكن واحد بس هو اللي يكسب. يبقى انا ممكن يبقى عندي اكتر من مرشح، ولكن واحد بس هو اللي هيفوز، هو اللي هيبقى النائب زي ما بيقولوا. فنفس الحكايه على الكانديديت كي، انا ممكن يبقى عندي في التيبل اكتر من كي ينفع يبقى برايمري. يعني ايه ينفع يبقى برايمري؟ يعني يعني ما ينفعش ان هو يتكرر، ما ينفعش ان هو يتصف فاضي. تمام، واحد بس هو اللي يبقى برايمري كي. لكن في كتير ممكن يبقوا يونيكلي ايدنتيفايد التيبل، يعني ما يتكرروش، ممكن يتعرف بيهم التابل على عن طريقه، زي الامبلوي اي دي، زي الباسبور نمبر، زي اللايسنس نمبر. طيب the remaining attribute except for primary key are considered as candidate key. The candidate keys are strong as، يعني هو نفسهم نفس primary key. في حاجة مهمة قوي او سؤال مهم قوي ممكن يجي في حاجة زي كده، ايه هو يا ترى اي candidate key primary key يعتبر primary key؟ لا، مش اي candidate يعتبر primary. انا ممكن يبقى عندي 5 candidate لكن واحد بس primary، ولكن العكس صحيح بقى، اي primary هو في الاصل كان candidate key. خلاص، ده الفرق ما بين primary key والcandidate key. primary key اي جدول ما ينفعش يبقى ليه غير primary key واحد. في داتا كتير ممكن ما تتكررش فيه، لكن البرايمري كي واحد بس، واحد بس. اي جدول ليه برايمري كي واحد بس. طيب اخر نوع من انواع الكيز هو الفورين كي. الفورين كي، فورين كيز ار ذا كولمز اوف تيبل ويتش از يوزد تو بوينت تو ذا برايمري كي اوف انذر تيبل. يعني ايه؟ زي ما انا كان عندي موظفين، كل موظف تابع لقسم معين، الموظفين كلهم في جدول واحد، لكن المفروض ان انا اعرف الطالب الموظف الفلاني في قسم المبيعات، ده في قسم المشتريات، ده في قسم التخزين، ده ولا مش عارفه اسمها التسويق مثلا. تمام، طيب وزي ما قلت لكم في المثال اللي فات ان لازم الديبارتمنت اي دي ده يبقى هو نفس الاقسام هنا. ما ينفعش يبقى انا عندي مجموعه من الاقسام وفي موظف شغال في قسم مش موجود عندي اصلا. يبقى اذا
الفيلد او الاتريبيوت او الحقل اللي اسمه الديبارتمنت اي دي اللي هو موجود في الجدول بتاع الامبلوي لازم يكون برايمري في جدول تاني. برايمري في جدول تاني يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا ديبارتمنت البرايمري كي الديبارتمنت اي دي بتاعه، عندي ديبارتمنت رقم 1 وديبارتمنت رقم 2 وديبارتمنت رقم 3 ده البرايمري كي. يعني ايه برايمري كي؟ يعني ما ينفعش يبقى عندي هنا قسمين الاثنين نفس الرقم، ما ينفعش يبقى عندي ديبارتمنت رقم 1 وارجع اقول انا في قسم ثاني هديله رقم 1 برضو، لا ما ينفعش يتكرر. ده هنا الديبارتمنت اي دي هنا هو برايمري كي في الجدول ده. طب الديبارتمنت اي دي هنا؟ لا هو مش برايمري كي هنا، ده هو هنا اسمه فورين كي، يعني اجنبي بقى، يعني بالعربي اجنبي كده، يعني واحد غريبه هنا، لكن هو هنا كان برايمري في الجدول ده، هو برايمري لكن في الجدول ده هو فورين. يعني ايه فورين؟ يعني ممكن يتكرر عادي جدا، ممكن يتكرر عادي جدا. انا عندي 5 موظفين، الخمسه الديبارتمنت بتاعهم رقم 1 هم شغالين في نفس الديبارتمنت، يبقى الفورين كي ده هو كي بيستخدم في ربط جدولين ببعض، بيستخدم في ربط جدولين ببعض وفي نفس الوقت لازم يكون برايمري في جدول تاني. مهم قوي يا جماعه في الربط، انت مش هينفع تعمل داتابيز مش مربوطه، اي جدول لوحده كده لو هو مش مربوط بالباقي يبقى ملوش اي لازمه، ينفع الاستغناء عنه. اسمها ريليشنال داتابيز. ريليشنال داتابيز يعني مربوطه ببعضها. مين اللي هيربط الجداول ببعضها؟ هي الكيز. ازاي؟ هناخدها بقى في المحاضره الجايه باذن الله، انما لازم تكون عارف ان الكيز هي اللي بتربط الجداول ببعضها. الفورين كي ده هو كي عادي في جدول عادي ولكن لازم يكون primary في جدول تاني. اي foreign key are the columns of a table which is used to، بيستخدم في point to للإشارة لprimary key of another table، بتشير إلى primary key في table تاني. بكده يكون chapter 3 خلص. ان شاء الله المحاضره الجايه هنبتدي في شابتر 4 بدايه الديزاين وازاي نربط التيبلز ببعضها. فور شور يعني هيبقى فيه كويز في اول المحاضره، وان شاء الله هنزل دلوقتي الشيت. معلش النزال متاخر بس هو بسيط هتقدروا تحلوه بسهوله وتسلموه ان شاء الله يوم السبت في السكشن باذن الله. اشوفكم على خير المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.